Terga ancora, e gliene mette! وهي جول! هي جول ولكن رايا وتسلل في القائم. شوف الإعادة هنا هذه الكرة وشوف اتأخر وهنا بقى إن هو بيصفق في هذه الكرة دي اللي خلته يبقى تسلل. يعني هو أدى الإعجاب فكان العقاب. وأتلتيكو مدريد وأمامنا هنا بنتابع الكرة الثابتة. كريستيانو رونالدو كرة الثابتة من خارج منطقة الجزاء. كريستيانو رونالدو بالقدم اليمنى غير الكرة اتجاه هدف ليه من خارج منطقة الجزاء. 25 هدف من الداخل وثمان اهداف بضربات الراس. وامامنا اهو الكره والخطا وتنفذ وشوف رايحه ازاي. شوف الكره رايحه ازاي وادي الكره اهي. الراجل اتحرك نجم الكبير ييرو في هذه الكره وفي هذه اللقطه. بص شوف الكره يا سلام على اربيلوا عامل الكره بالمقاس المره الثانيه واحده رونالدو والثانيه على راس تشاريتو على طول. الكره اهو بيحاول وديداك شارع في الجانب الشمال لان دايما رايح عليه اثنين والكره ملعوبه جميله جدا صعبه على امامنا رودريجيز. هل يسجل؟ سجل في مرمى اشبيليا عدى حلو قوي ويسدد يا ولد ويحتفل بهذا الهدف اللي عمله ايه بمجهود فردي. شوف عدى ازاي وحاطط كوره حلوه قوي. ادي عدى هنا من اللاعب تشيما خوسيه ماريا عنده 35 سنه اهو الراجل ويعرس ايروريتا. الهدف الثالث ثلاث نقاط وثلاث اهداف وبالثلاثه ريال مدريد امامنا.